بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الورد المورود جلسة لذكر الله، ونعم الرفد المرفود استغراق واستهثار بذكر الله. قلب ظمآن ورد ماء مدين الصحبة والجماعة، فوجد عليه أمة من الناس يسقون قلوبهم، فسقى وأسقى وروى الغير كما ارتوى، ثم تولى إلى الظل ومن زوى، وحاله الفقر الدائم إلى المولى. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قصد الذاكر ربه أن يذكره ربه، رجاؤه من الورد أن يحصل له الوارد، والوارد نور من ربه يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والوارد حق من الله يقهر به باطل النفس وحليفها الخناس، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والوارد أيضا فهم وعرفان من لدن رب الناس، وعلمناه من لدنا علما. وليحصل المقصود طلبا من الورد المورود، فلا بد من حفظ الحدود أدبا مع الرب المعبود. حدود للقلب أولا بمدافعة هواجس النفس أو خواطر السوء، ومنه فلا سوء ظن بالله ولا بعباد الله، ولا حسد ولا غل مع أحد من خلق الله، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وثانيا بحفظ الجوارح عند أمر الله ونهيه شريعة وخضوعا لله في العبادات والمعاملات مع خلق الله. وثالثا بذكر الله في أمة رسول الله، تسقيها مما سقاك الله صبرا وجهادا على منهاج السابقين المفردين قرب جبل جمدان، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يضع الذكر عنهم أوزارهم، بشهادة الصادق المصدوق نبينا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مدى السنين وعلى مر الأزمان، صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.